الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وصلنا إلى الباب 12 بعد 300، باب السجود على الأنف. في الباب حديث واحد هو 68 بعد 300، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. يعني ما تلمش، بشمر بكلمة العامية، يشمر الثوب يعني. طيب، معنى الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، يعني أمره الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فمعناه أمرني الله تعالى أن أسجد على 7 أعضاء. المراد بالأعظم هي الأعضاء. جاء مفسرا في الرواية الأخرى: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء، أخرجه البخاري. ثم بين الأعضاء السبعة، يقول: على الجبهة، أي أمرت بالسجود على الجبهة. والمراد بها في هذا الحديث كما يدل عليه الأنف، وأشار بيده إلى أنفه، أي أشار إلى أنفه ليبين أن المقصود بالجبهة الأنف. واليدين، يعني على باطن الكفين، والركبتين، والقدمين، وأطراف القدمين، أطراف أصابع القدمين. ولا نكفث الثياب والشعر، أي لا تكف، لا نجمع الثياب والشعر. مستفاد من الحديث إن الواجب هو السجود على الأنف فقط. هذا رأي الحنفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، ثم أشار إلى أنفه. قال: فدل ذلك على أن الواجب هو السجود على الأنف. أما السجود على الجبهة وسائر الأعضاء فهو سنة، وهذا مذهب الصحيح عند أبي حنيفة، وروي الأشهب عن مالك. لكن مالك في المشهور أن السجود على الجبهة، وهو ركن من أركان الصلاة، وعند مالك: من صلى بجبهته ولم يعني يسجد بأنفه، وكان في الوقت المتسع، عليه الإعادة حتى يسجد بالجبهة والأنف. هذا معروف عند مالك. وعند أحمد قال: المشهور عنده أنه الواجب السجود على الجبهة والأنف وسائر الأعضاء السبعة، وهذا هو الصحيح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.